اتفقت معاك كابتن اسالك فيها، وهي نقطه اللعب في توقيت العصر ده او الساعه 3. وطبعا يعني لعيبه مصر ما بتحبش تلعب في خلاص بعد الفتره دي، خلاص كل لعيبه مصر ما بتحبش تلعب في الوقت ده. والهدف، وعايز اكلمك على الهدف ده بالذات، لان الناس قال لك الشمس جت في عين الشناوي بتاع ماتش الهلال بص يا كابتن. بص بص يا فاروق، عشان خاطر مش عايزين نبرر يا جماعه الاخطاء. لو انت مش هتواجه الاخطاء مش هت ما ثلاثه ايه واربعه ايه والعصر ايه، الدوري الانجليزي، الدوري الاسباني، الدوري، ماتشات كاس العالم كانت بتلعب الساعه 3 العصر. يا جماعه مش انت عارف، كان احساسي خايف الماتش، يعني انا احساسي كمصري خايف الماتش الصن داونز، بس ساعة ما المؤتمر الصحفي وسمعت شنو بيقول العصر والملاعب، ولقيت انا قلبي، انا قلت خلاص بكره ما فيش امل، ما فيش امل، يعني كان عندي امل التصريح بسيط ده والله. بعد التصريح ده ببرر الاعذار قبل ما بلعب، بقول لك ان انا بلعب، هلعب في اي حته في اي مكان، فاروح احنا يعني افريقيا، منتخب، ما احنا متعودين يا كابتن افريقيا دايما بنلعبهم في التوقيت ده. ما رحتش الكاريبيان، ما رحتش مثلا ترينداد اندباجو والحاجات دي، تقول افريقيا بالنسبه لهم اوروبا. اما كنا منتخب امريكا، احنا كنا بنلعب ورايحين نلعب كوبا في تصفيات كاس العالم، هنكسب يعني الماتش ده نخش الدور الثاني في ملعب، بنلعب الساعه 2 الظهر ملعب، والعياذ بالله فرقه، يعني حتى التمرين الاخراني اخر ساعه اللي هو بيبقى السر ممنوع الاعلام فيه، لعيب الكوبا عاملين الدور قاعدين بيتفرجوا علينا، لعيبه كوبا الفرقه بتتفرج علينا في التمرين، ولازم تلعب والجو مولع، انت عارف الكاريبيان بقى في الجو مولع، الاداتوه عالي والهيومن عاليه، ما فيش يعني انت جسمك وبتلعب، فما فيش بتلعب، الكلام ده، ما فيش اعذار كانت صح، لعيب الكره خلاص عليك وعليه يعني في الاخر. طيب خليني طبعا اسالك كابتن، كنت بقول خبر خاص بابو جبل، هل وجود ابو جبل مثلا في النادي الاهلي يفيد الشناوي، يفيد حراسه المرمى في النادي الاهلي، خصوصا ان يعني ابو جبل يعني تقريبا في سن الشناوي، يعني الموضوع في سن بعض يعني. بص يا فران، انا اتفرجت النهارده على ماتش البنك الاهلي وبيراميدز، يعني كان اتفرجت ابو جبل حتى النهارده، ما يعني شكله بطيء جدا، شكله مع يعني مش عايز حد يزعل مني، مش هو ده ابو جبل مثلا من السنه اللي والشناوي برضو فاتت، الناحية التانية في بيراميدز يا كابتن، انا انت عارف رايك في الشناوي، رغم اني بقول لك احسن انت موهبه، بتحبه انا عارف. بس طبعا انت شايف، فانا بقول لك لا طبعا، اما انت عندك، انت في اصعب من السنه اللي فاتت لما الشناوي تعب وعلي لطفي لعب ماتش زي ماتش الزمالك الزمالك قصاد صحيح مثلا، كان هايل هايل. في طب ليه في اصعب من كده، في موقف اصعب من كده، هو ما بيلعبش خالص ولعبت ماتش الزمالك والراجل ده، فانت شايف طب ليه اذا كان ابني في حضني ليه ادور على حد اديله تاني بره؟ الفرصة. شوبير ياخده، انا حتى قلت شوبير كمان، عشان يعني شوبير النهارده لو كان السنه اللي فاتت من الابيض طلع اعاره ولعب له موسمين كان هيجي النهارده ما فيش اي مشكله، بس ما احنا عندنا ما بنفكرش زي ما بنقول، بنفكر بالعاطفه ما بنفكرش بالعقل، فانا شايف ان ما يعني الاهلي مش محتاج حد بره ايدي، بس الناس دي ودخلها واحده واحده في ماتش كده، ده الاهلي، والاهلي دلوقتي سابق 17 نقطه، لو صحيح كسب الماتشين مثلا ادي له، مش هتخسر ايه، ما انت صح، مش بتفق غير معاك ما يا كابتن، بتفق معاك. طيب ما خليني اخدك على الزمالك، انا اخدت